استمرارا لدعم مؤسسة مصر الخير برئاسة فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لمجال البحث العلمي وتشجيع الباحثين المصريين على الابتكار والإبداع، تعقد مؤسسة مصر الخير للعام الثاني على التوالي حفلها السنوي لتسليم جوائز المطبوعات العلمية لحوالي 80 باحث وباحثة ممن قدموا أبحاثا علمية تفيد المجتمع العلمي في مصر. احنا بنحاول نحط الأبحاث العلمية مش بس الإنسانية، إذا كان في مصنع هيستفيد منها أو شركة أو أي مجال ما، فممكن قوي انه يكون في لقاء مع نفس الباحث، وده باتفاق بينه وبين المكان. يعني احنا كوزارة ملناش دخل بالحتة المادية اللي هيعوض بيها الباحث. احنا مؤسسة خيرية للمجتمع المدني، بنجمع هذه الأموال من الناس طبقا للقوانين المصرية وبنعطيها للناس، ولذلك شعار المؤسسة هو من الناس إلى الناس. فالتمويل ده هو تمويل المؤسسة الخيرية العاملة في مصر، وهو تمويل طبقا للقانون، مراقب من الجهات الإدارية والمحاسبية في مصر. ونحن أملنا كبير جدا أن تكون مصر الخير بعد ما تنتهي من بناء مصر ستخرج إلى إفريقيا وتخرج إلى العالم كله. المشروع بتاعي عبارة عن تاتش ستيكر بتلزق تحت أي سطح بيحاول من فوق تاتش، يعني مثلا هو مختلف عن التاتش سكرينز، ان التاتش سكرين بتلمس السكرين نفسها، لكن التاتش ستيكر لا، انت بتحط الستيكر مثلا تحت خشب وتلمس فوق الخشب، الخشب يحس، او تلزقه مثلا تحت رخام وتلمس من فوق الرخام يحس. كمان الاستيكر فيه نوعين، فيه استيكر شفاف وفيه استيكر معتم، يعني مثلا ممكن لو عايز تحول قطعه من الازاز وهي شفافه لتاتش تقدر تعمل ده. ده ليه استخدامات كتيره جدا. انت مثلا لو لزقت الاستيكر تحت ورقه المنيو مثلا في المطعم ولمست صوره الاكله، بيبعت وايرلس انت طلبت الاكله دي من غير ما تستنى الويتر اصلا يجي لك. ممكن تتحكم في السبايسي، ممكن تعمل فوت الاكله بعد ما تخلص، ممكن تلعب جيم مع الورقه لغايه ما الاكل يجي لك، كل ده عن طريق الورقه العاديه. دي الابلكيشنز اللي اتعملت اوريدي في المشروع. الاهتمام بالنسبه لنا بالبحث العلمي جاي من منطلق اساسي ان مفيش مشكله من المشكلات المجتمعيه او الاقتصاديه اللي احنا بنتعامل عليها تتحل لوحدها. كل هذه المشكلات تحتاج منهج علمي في التعامل معها، وتحتاج بحث علمي في إيجاد حلول. وبالتالي كان جزء من الأربع مجالات التي نعمل فيها، وهي الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي والبحث العلمي ومناحي الحياة، البحث العلمي كان بيعتبر هنا ركيزة، لأن احنا بنيجي بنحل مشكلة زي مشكلة السكر على سبيل المثال عن طريق خلايا جذعية، نعمل بحث علمي عشان إيجاد الحل للمرض، الالتهاب الكبدي، أمراض القلب الموروثة، التضخم عضلة القلب، يعني كل هذه المشاكل هي مقعدة للشخص اللي هو عائل الأسرة، وعشان كده الأسرة فقيرة لأن عائل الأسرة مش قادر يقوم يشتغل. وإذا ما كناش احنا نشتغل في البحث العلمي ونوجد حلول، يبقى أنا مش بحل المشكلة من جذورها. يعني إيمانا بالدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي في النمو الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، لازم نشجع باحثينا من أجل المزيد من التطور والرقي والتقدم. إنجي خالد، نهارك سعيد.